سؤال: هل يجوز للخادم منع المخدوم من التناول لأي سبب؟ يعني هيمارس عمل كهنوت خادم ده، إذا وقع المخدوم في غلطة يستحق عليه عدم التناول، الخادم يقول له روح اعترف على الأب اعترافك وقول له أنا وقعت في كذا وكذا وتشوف العقوبة اللي يديها لك إيه. لكن الخادم يمارس عمل كهنوتي ويحل ويربط بمسألة مش معقولة.